هاي حمص محاصرة، حمص القديم المحاصرة. 10/11/2012 لا حول ولا قوة إلا. هاي تل القلعة هون قاعدين في الشبيحة، هذا هو على يميننا أمين الكاميرا، وهون كمان مترسين القناصين تبع شبيحة الأسد وإصابته. لا حول ولا قوة إلا. هذا المفرق حي باب السباع، هذا الشارع الرئيسي تبع المشفى، شوف السباق الرئيسي هوني، هاي صدرية عند المفرق مشفى باب السباق. وهذا دو، وهذا الحاجز تبع الشبيحة مترسم فيه، وهذا شارع الوادي تطل حمص القديمة المحاصرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي حمص محاصرة، هاي تل القلعة قاعدين في شبيحة، وهون قاعدين هون قاعدين قناصين تبع نظام أسد الشبيحة دي. الله أكبر عليهم، الله أكبر. حمص محاصرة شارع الوادي. وين التعريس؟ ما في تعريس هنا. هاي مدارس شبيحة الأسد عند بدر القناصين. موجودين.